بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 61. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وآله سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة إن شاء الله عن مصارف الزكاة التي بيّنها الله في كتابه الكريم. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ففي هذه الآية الكريمة حصر لأصناف أهل الزكاة الذين لا يجوز صرف الزكاة إلا لهم ولا يجزي صرفها في غيرهم، وهم ثمانية أصناف: أحدهم الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. والفقراء هم الذين لا يجدون شيئا يكتفون به في معيشتهم ولا يقدرون على التكسب، أو يجدون شيئا لا يفي بكفايتهم، فيعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا لا يجدون منها شيئا، أو يعطون تمام كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل. الثاني المساكين، وهم أحسن حالا من الفقراء، فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفايته أو نصفها، فيعطى من الزكاة تمام كفايته لعام كامل. الثالث العاملون عليها، وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها ويحفظونها ويوزعونها على مستحقيها بأمر إمام المسلمين، فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم، إلا إن كان ولي الأمر قد رتب لهم رواتب من بيت المال على هذا العمل، فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة كما هو الجاري في هذا الوقت، فإن العمال في وقتنا يعتبرون موظفين للدولة، يأخذون انتدابات على عملهم في الزكاة، فهؤلاء حرام عليهم أن يأخذوا شيئا من الزكاة عن عملهم لأنهم قد أعطوا أجرتهم من غيرها. الصنف الرابع من مصارف الزكاة: المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب. والمؤلفة قلوبهم قسمان: كفار ومسلمون. فالكافر يعطى من الزكاة إذا رجي إسلامه لتقوى نيته في الإسلام وتشتد رغبته، أو إذا حصل بإعطاء الكافر كف شره عن المسلمين. والمسلم المؤلف يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه أو رجاء إسلام نظيره، ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة المفيدة للمسلمين. والإعطاء للتأليف إنما يعمل به عند الحاجة إليه فقط، لأن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم تركوا الإعطاء للتأليف لعدم الحاجة إليه في وقتهم. الخامس من أصناف أهل الزكاة: الرقاب، وهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء، فيعطى المكاتب ما يقدر به على وفاء دينه حتى يعتق ويخلص من الرق. ويجوز أن يشتري المسلم من زكاته عبدا فيعتقه، ويجوز أن يفتدى من الزكاة الأسير المسلم لأن في ذلك فك رقبته من الأسر. السادس من أصناف أهل الزكاة: الغارم، والمراد بالغارم المدين، وهو نوعان: أحدهما غارم لغيره، وهو الغارم لأجل إصلاح ذات البين، بأن يقع بين قبيلتين أو قريتين نزاع في دماء أو أموال ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناء وعداوة،
فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما قام به من الصلح ليطفئ الفتنة، فيكون قد عمل معروفا عظيما، فكان من المشروع حمله عنه من الزكاة لئلا تجحف الحمالة بماله، وليكون ذلك تشجيعا له ولغيره على مثل هذا العمل الجليل الذي يحصل به كف الفتن والقضاء على الفساد. بل لقد أباح الشارع المسألة لتحقيق هذا الغرض، ففي صحيح مسلم عن قبيصة قال: تحملت حمالة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. النوع الثاني من الغارمين الغارم لنفسه، كأن يفتدي نفسه من كفار، أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه، بقوله تعالى: والغارمين. السابع من مصارف الزكاة في سبيل الله بأن يعطى من الزكاة الغزاة المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال، لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو. قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله. فمن هاتين الآيتين وأمثالهما يتضح أن المراد بسبيل الله إذا أطلق القتال في سبيل الله. الثامن من مصارف الزكاة ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به في سفره، لأن السبيل هو الطريق، فسمي من لزمه ابن السبيل، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، وإن كان في طريقه إلى بلد قصده أعطي ما يوصله ذلك البلد وما يرجع به إلى بلده. ويدخل في ابن السبيل الضيف كما قاله ابن عباس وغيره. وإن بقي مع ابن السبيل أو الغازي أو الغارم أو المكاتب شيء مما أخذوه من الزكاة زائداً عن حاجتهم وجب عليهم رده، لأنهم لا يملكون ما أخذوه ملكاً مطلقاً، وإنما يملكونه ملكاً مراعاً بقدر الحاجة وتحقق السبب الذي أخذوه من أجله، فإذا زال السبب زال الاستحقاق. أيها المستمع الكريم، واعلم أنه يجوز صرف جميع الزكاة في صنف واحد من هذه الأصناف المذكورة. قال تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. فلم يذكر في الآية والحديث إلا صنفاً واحداً، فدل على جواز صرفها إليه، ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فدل الحديث على جواز الاقتصار على شخص واحد من الأصناف الثمانية، ويستحب دفعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم، الأقرب فالأقرب، بقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. أيها المستمع الكريم، استودعك الله إلى الحلقة القادمة بإذن الله لاستكمال الحديث عن موضوع دفع الزكاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.